السلام عليكم. المرأة عدالة عمياء وصحوة الضمير، هذا هو عنوان تاع البودكاست الجديد. في أغلب دول العالم تصوروا العدالة في شكل مرأة عينها معصومين، يعني سادين لها العينين، هز ميزان في إيد وهز السيف في اليد الأخرى. الميزان طبيعة الحال رمز لتحقيق العدل، والعينين التي يكونوا معصومين ترمزوا المبدأ المساواة في الحكم، يعني نحاكم الناس بغض النظر على شكلهم، جنسهم، لونهم أو مكانتهم الاجتماعية. إلا كانت عندنا التمثال أو العينين ديالو ماشي معصومين، يعني غنوليو ناخدو اللون والشكل والجنس والمكانة الاجتماعية في عين الاعتبار أثناء المحاكمة، وهذا الشيء ما غادش يحقق لنا العدالة. وعلاش بالضبط هذا المرأة ماشي راجل؟ حيت المرأة بطبعها وفطرتها السليمة، تنقول فطرة المرأة السليمة، متميزة بالرحمة والعطف، وهذه الصفات مطلوبة في تحقيق العدالة. لكن للأسف حتى حاجة من هذا الشيء ما كانت حاضرة في قصة اليوم. There is no torment worse than a conscience in a wakefulness state in the middle of a dark night. Pain and pleasure. هذه المقولة مأخوذة من أحد الكتب ديالي، اللي الغاية منها تقول بأنه ما كاينش شي عذاب أسوأ من أنه يصحى الضمير ديالك. قصة اليوم جريمة غريبة وقعت في الميريكان في 1986. لعبت فيها الصدفة والعنصرية دور كبير باش تسجنوا 5 ديال المراهقين ظلما وعدوانا. واحد ليلة في سنترال بارك كاين في نيويورك سيتي، كان في هذا البارك تقريبا 30 واحد، شي متكيش يتريني كلاش كان تيدي. في ذيك الليلة نيت كانت بنت في عمرها 28 سنة تجري. هذه هي الأحداث الرئيسية اللي وقعت في البارك ذيك الليلة. الغد ليه كيلقاو نفس البنت اللي سميتها تريشا ميلي مغتصبة ومضروبة في راسها. التعنيف اللي تعرضت ليه بسببه دوزت 12 يوم في غيبوبة وفي عناية مركزة في السبيطار. مباشرة البوليس تيشدو 5 ديال الدراري العمر ديالهم بين 14 و 16 سنة. هاد الدراري كانوا بلاك اند هيسبانيك، او لا هيسبانيكس، يعني ماشي امريكيين اصليين، والبشرة ديالهم كانت سوداء. في هذا التاريخ العنصرية في الميريكان مازال كثيرة بزاف. المجرم اللي شدوه وعنده البشرة ديالو بيضاء كيقدر يكسب تعاطف الناس والقضاء كامل، على عكس لكان شي مجرم من أصول ماشي أمريكانية، وخاصة لكان أن أفريكان أمريكان، وخاصة ذوي البشرة السوداء. التحقيق بدأ مع هاد 5 دراري في غياب والديهم وبدون أي هيئة دفاع اللي تقدر تمثلهم. كلهم اعترفوا باللي هما اللي تعدوا على ميلي، على هاد البنت، واغتصبوها تحت التعذيب من طبيعة الحال، يعني اعترفوا تحت التعذيب. البوليس لقوا عينات من الماني في مسرح الجريمة وداروا ليه تحليل الحمض النووي اللي هو DNA، ولكن ما كانش تطابق مع أي حمض نووي آخر لهاد الدراري بخمسة. هاد الشيء ما خلاش البوليس تراجع على الاتهامات ديالو، وباش يحكموا على الدراري اعتمدوا غير على الاعترافات ديالهم اللي هما اعترفوا تحت وطأة التعذيب. دازوا من جوج ديال المحاكمات فقط، وتحكم عليهم من 6 سنين حتى 13 سنة. دونالد ترامب كملياردير في هذه الفترة، ملياردير وشخصية مؤثرة في أمريكان، فاش سمع بهذا الحكم ما عجبوش الحال وخلص ملايين صحيحة باش تنشر ليه مقال تتكون من 4 صفحات في جريدة نيويورك اللي تيقول فيه بغيت نكره هاد المجرمين وما بغيتش يدار لهم تحليل نفسي الشخصيات ديالهم او لا نفهمهم، انا بغيتهم يتعاقبوا. يعني غالبا في اوروبا لا وقعت شي جريمة كيدوز الطب النفسي داك المجرم باش يشوفوا الدوافع تاع الجريمة الى اخره، ولكن هاد الحسود ماشي امريكيين اصليين، قال ما خاصش تدوز هاد العملية ديريكت، يدوزوا المحاكمة. واحد المجرم اخر سميتو ماتياس رييس كان مشدود في الحبس بتهم الاغتصاب والقتل. في الفترة ديال السجن جوج المرات تلاقى بواحد من هاد الدراري الخمسة، وكيف ما معروف السجناء كيبقاو يعاودوا لبعضياتهم على الجرائم اللي تيكونوا دايرينها. هنا كيعرف هاد ماتياس رييس باللي الدراري بخمسة مشدودين على جريمة اللي هو ارتكبها، وفي 2002 تيعترف للبوليس باللي هو اللي اغتصب ميلي ديك البنت في ديك الليلة، وعاود ليهم كاع دوك التفاصيل اللي ما كانش معروفين. داروا ليه تحليل الحمض النووي ولقاوه متطابق مع التحليل اللي لقاوه في الحيوانات المنوية اللي كانوا في سنترال بارك. في واحد الحوار من بعد مع ماتياس رييس اللي هو المجرم الحقيقي،
قال لهم بأنه صعيب أنك تعترف بجريمة ارتكبتيها ودازت عليها 12 سنة. في الأول كنت خايف نعترف، ولكن من بعد حسيت بأني كنت على صواب فاش اعترفت. من بعد هذا الشيء كامله كتراجع المحكمة الأوراق ديالها وكتعترف بالبراءة ديال الدراري بخمسة، وهذا ماتياس ريس اللي قلنا المجرم الحقيقي حكم عليه بالمؤبد وعنده جلسة استماع في 2022. الدراري رفعوا دعوة على نيويورك سيتي محكمتهم المحكمة بتعويضات مالية كبيرة، ولكن كي قال واحد من هاد الدراري في وثائق سميتو سنترال بارك 5 تدوي على هاد القضية نيت، قال لهم No money could bring that time back. No money could bring the time that was taken away. يعني ما كايناش شي فلوس في العالم اللي تقدر ترجع ليك الزمن للوراء، ما كايناش شي فلوس اللي تقدر ترد ليك الوقت اللي تخاد منك. وبالمناسبة كاين واحد الكتاب ديال هذا الكاتبة ديالو اللي هي سميتها تريشا ميلي، I am the Central Park Jogger by تريشا ميلي، كتدوي فيه بواحد الفصل في هذا الكتاب تدوي على هذه الجريمة وكيفاش انها تعافات نفسيا منها.